العائله كلها كرويه تماما. والغريب ان الاثنين يعني سيدو كايتا وسيسوكو الاثنين بيلعبوا في نفس المكان تقريبا، لاعب الوسط مدافع. ادي نيدفيد، نيدفيد يلعبها بالعرض، مش ممكن، جول 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 بابل نيدفيد من زاويه مستحيله وبطريقه غريبه جدا. المدفع التشيكي يضرب بقوة من جديد، ينطلق مدفع التهديف، بابل نيدفيد يسجل من جديد بكرة عرضية. ادي الكرة، نشوف الاعادة، ادي اموري وادي اكوينتا وادي نيدفيد. شوف الزاوية المستحيلة، شوف الزاوية المستحيلة، تصطدم بالمدافع وتصطدم بانتونيولي، تلمس في يد انتونيولي والكرة تريد ان تدخل المرمى. الكرة بتحبه، الكرة تحب نيدفيد، ليس جمهور اليوفي فقط، ليست إيفانا فقط.